قبل المداح بقى كانت فكرة القرآن طبعاً، يعني كنت أكيد بتؤمن أني لو حد محسود وقرينا عليه قرآن يعني الدنيا بتمشي، لو حد دنيته واقفة قرينا قرآن الدنيا بتمشي كل ده. لما عملت المداح حسيت أنك دخلت قوي في المود وفعلاً الكلام ده حقيقي وأنه ده بيحصل وأنه بصي عشان نتكلم حقيقي يعني مع احترام لأي شيخ طبعا كل الناس دي مجتهدة وناس على راسنا قعدت مع ناس كتير وناس سبب لخير كتير طبعا. بس صدقيني الشافي ربنا ونعم بالله ومحدش هيشفي غير نفسه، هو لازم يكون سبب لنفسه للشفاء ونعم بالله طبعا. يعني حتى الرقية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك خيركم من أرقى نفسه بنفسه، يعني هو اللي يرقي نفسه بنفسه، وهي مش محتاجة اجيب حد واقول له ارقيني، ده هو آيات بسيطة ما هي مش هي محتاجة ولا لحاجة، هو الواحد لو قرب خلاص مش محتاجة ان انا اجيب، انا ممكن اجيب واحد انا ما اعرفوش يجي يعفرطني. صح، انا كنت عايزة اقول لك ما اعرفوش، ما حسيتش بانك اتعفرطش، هو دخل لي بالراكور الصح، ما اعرفش ايه اللي جواه، انا دخلت قلبه لا طبعا، انا شفت مظهره وممكن اشوف واحد منظره سخام بس قلبه نظيف، وممكن اشوف واحد رخام بس قلبه سخام من الاخر. يعني شايف نفسك من اكثر المطربين المحظوظه حماده اللي محقق نجاح في التمثيل وفي الغناء في نفس الوقت، يعني مفيش حد على الساحه ما شاء الله ما شاء الله. انا مش شايف ان انا محظوظ خالص، يعني هو اجتهاد، انا شايف ان انا بقول هي الواحد بيدعي ونيته وبيقول يا رب ييسر الامور، لكن في حاجات كتيرة قوي أنا ما زلت لغاية آخر لحظة غصب عني، أنا يعني أنا بطمع في كرم ربنا، أنا لغاية وقتنا هذا والله العظيم أنا حاسس أنا ما عملت حاجة، كل النجاحات دي والله العظيم حاسس أنا ما عملت حاجة، عشان كده هتفضل إن شاء الله وربنا يسامحني، أنا بشكر ربنا على كل حاجة، بس يسامحني غصب عني أنا يعني بحس لا أنا في حاجات تانية مستخبية أكتر، حاجات نفسي فيها، بس حامد ربنا يقول استرها معايا وكملها على خير، وبحمده انه كرمني وساترها معايا في حاجات ممكن الناس كانت تتوقع مش صح فيحصل، يعني الحمد لله، فبقول يا رب دايما كملها لي بالستر. هو انت شايف ان انت نجاحك في الدراما اكتر او انت حابب الدراما والتواجد في الدراما كل سنه من السينما؟ انا بعشق السينما جدا، انا السينما عشقي ليها كبير جدا، بس السينما دلوقتي اختلفت عن زمان، احنا جت فتره قعدت ايام الثوره اعمل كام فيلم وبتاع واخرهم شنطه حمزه، شنطه حمزه، بس انا كان برضو ما زلت ان انا بعمل عشان ارضي المنتج، انا المره دي في السينما مش عايز ارضي المنتج، انا لما عملت حلم العمر كواليس حلم العمر ده عشان يمكن كنت حاضرها معاك طبعا، لما رحت ورجعت لوائل احسان بال هو السكس باك ده ما اعرفش انت ركبتهم فين العضلات دي وجيت، لا ما هو اللي حصل مع محمد السبكي انا كنت حاضر القعده دي، اه كان هو محمد هو وائل كان نفسه في اياميها في نجم كبير جدا، يعني انا بعشقه ده صاحبي وصديقي، كان المفروض الفيلم ده يروح، وهو وائل متحمس للنجم ده لانه عنده حق ان ده نجم اكشن كبير وبادي بيلدينج وبتاع، فهيوفر له حاجات، هيوفر لوائل حاجات، طب انا ليه وائل كمخرج انا ليه اخد الريسك، واحد خارج لي من الحب كده وعيال حبيبه و فار الصندوق وجسمه صغير لا ده كنت مليان في فار الصندوق وبتاع وقاله فاخرج واخش بيه ملاكمه ريسك طبعا، محمد السبكي بيحب الريسك يعني قلبه جامد، محمد السبكي كان في الكواليس يقول لي قدامك شهرين لو ما عملتش الجسم مفيش، بقيت اروح ازاي، فكرت قابلت محمد رضا وقابلت مش عارف كابتن ياسر الجيم، قعدت طول الوقت بقيت 5 ساعات في الجيم 4 ساعات في الملاكمه ودايما البس لهم واسع، والسبكي بصي شفت كان لابس واسع فاضل 15 فاضل مش عارف ايه شهر شغال لك العداد عداد